السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذه النافذة التي نطلع عليكم فيها من وسط مدينة الخليل، منطقة دوار ابن رشد وسط المدينة، لنتابع نحن وأنتم أبرز وأهم التطورات الميدانية التي توبعت خلال هذا اليوم في محافظة الخليل منذ ساعات الصباح الباكر. اندلعت المواجهات ما بين الشبان وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من المحافظة. بدأت المواجهات هذا الصباح في مخيم العروب إلى الشمال من مدينة الخليل عند مدخل مخيم العروب، اندلعت مواجهات ما بين الشبان وقوات الاحتلال، على إثرها كان هنالك إصابة لطفل من عائلة جوابرة تم نقله إلى مشفى بيت جالة الحكومي لمتابعة الحالة العلاجية له، فيما أيضا أصيب شاب آخر بالرصاص الحي في الفخذ، وصفت حالته بالمتوسطة، نقل إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل لتلقي العلاج. أيضا نتحدث عن مواجهات اندلعت في بلدة سعير وتحديدا عند مدخل البلدة مفترق بيت عنون، اندلعت مواجهات ما بين الشبان وقوات الاحتلال في ذلك المكان، أطلقت خلال ذلك قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المطاطي. اندلعت مواجهات أيضا ما بين الشبان وقوات الاحتلال عند مدخل الخليل الشمالي تحديدا منطقة جسر حلحول، نتحدث عن مواجهات اندلعت هناك، وكذلك الأمر أيضا قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت لاتجاه الشبان. أيضا اندلعت المواجهات ما بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل الساعة 12:30 ظهر هذا اليوم، كان هنالك فعالية لرفع العلم الفلسطيني، تقدم النشطاء الذين بدأوا في هذه الفعالية تقدموا باتجاه الحاجز المقام عند مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل. هذا الأمر أدى إلى احتكاك مباشر ما بين قوات الاحتلال المتمركزة عند ذلك الحاجز مدخل شارع الشهداء في مدينة الخليل. خلال هذه الفعالية قمعت هذه الفعالية وأزال جنود الاحتلال العلم الفلسطيني من على مدخل شارع الشهداء في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل. هذا الأمر أيضا دفع قوات الاحتلال أو قامت قوات الاحتلال خلال هذه الفعالية بإلقاء قنابل الصوت وقنابل الغاز السام المسيل للدموع وأطلقوا الرصاص المطاطي كذلك الأمر باتجاه الشبان. في جنوب محافظة الخليل هذا اليوم نتحدث عن مسافر يطا بالتحديد، كان الحديث عن انتشار مكثف لقوات الاحتلال على طول الطريق الالتفافي الواصل ما بين التجمعات السكانية في مسافر يطا جنوب الخليل، وأغلقت قوات الاحتلال بالجرافات العسكرية مدخل أم الشقحان وسط مدينة أو في مدينة يطا شرق المدينة بالتحديد جنوب محافظة الخليل، أغلقت مدخل هذه القرية قرية أم الشقحان، وكان هنالك أيضا انتشار مكثف لقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من مسافر يطا جنوب الخليل، وتسليم إخبارات أيضا هذا اليوم، انتشار مكثف كما ذكرنا لقوات الاحتلال. هذا اليوم قوات الاحتلال احتجزت معلمو وطلاب أيضا إحدى المدارس التابعة لتجمع أو بلدية خلة المي شرق يطا جنوب محافظة الخليل كذلك الأمر أيضا، واحتجزتهم لساعات وبعد ذلك قامت بالإفراج عنهم. أيضا أقيمت فعاليات متعددة في مدارس المسافر في مدينة يطا جنوب الخليل، رفع خلالها العلم الفلسطيني في ساحات المدارس. ونحن نقف هنا أيضا في هذه اللحظات خلفي مباشرة هذه الفعالية الشعبية أيضا التي ينظمها نشطاء في هذه اللحظات، أيضا يرفعون خلالها العلم الفلسطيني ردا على مسيرة أعلام المستوطنين في مدينة القدس. هذه متابعينا الكرام سادتي الأفاضل مجمل الأحداث بتطوراتها ومستجداتها طبعا هنا في مدينة الخليل، نستمع قليلا لهذه الفعالية. خلينا بعد
لسه قاعد نحكي واقع. سريع هذا الصبايا اللي غالي إذن متابعينا الكرام مشاهدينا في كل مكان عبر وكالة جديدة لازلنا نتابع معكم التغيير في هذه التغطية المباشرة وفي هذا البث في هذه الفعالية التي بدأت قبل قليل في منطقة دوار بالرشد وسط مدينة الخليل. فعالية قام فيها بعض النشطاء لرفع العلم الفلسطيني بالتزامن مع مسيرة أعلام المستوطنين في القدس وكرسالة رد على تلك المسيرة، نشطاء وحقوقيون أيضا وطلبة جامعات كذلك أيضا يقومون في هذه اللحظات برفع العلم الفلسطيني في منطقة دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل. وأذكر إلى ما أوردناه في مقدمة هذا البث إلى أنه اليوم كان هناك أكثر من 7 نقاط مواجهة ما بين الشبان وقوات الاحتلال في مدينة الخليل. طبعا نتحدث عن إصابتين نقلت إحدى هذه الإصابات إلى مستشفى الجان الحكومي لطفل من مخيم العروش شمال الخليل، وإصابة أخرى لشاب برصاص ملون حي في الفخر نقلت إلى المشفى الأهلي في مدينة الخليل. كما اندلعت المواجهات أيضا في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، واندلعت المواجهات عند جسر حلول من الشمال من مدينة الخليل وتحديدا المدخل الشمالي للمدينة. اندلعت المواجهات كذلك الأمر أيضا في مدخل مخيم العروب إلى الشمال من مدينة الخليل، إضافة إلى انتشار مكثف لقوات الاحتلال هذا اليوم في مسافر يبطى وعلى طول الطريق الاتفاق الواصل بين التجمعات السكانية في مسافر يبطى جنوب المحافظة. I'm not sure.
اذا لازلنا نتابع مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان هذه الفعاليه التي نظمها مجموعه من النشطاء والحقوقيون وطلبه الجامعات في منطقه دوار ابن رشد وسط مدينه الخليل. مسيره او وقفه تضامنيه رفعت خلالها الاعلام الفلسطينيه كرسالة رد على مسيرة أعلام المستوطنين التي انطلقت وبدأت في هذه اللحظات المناسبة في إطار متابعتنا لهذه الأهداف. طبعا بدأت هذه المسيرة في مدينة القدس عند منطقة باب العمود بالتحديد، وهذه الفعالية تأتي في مدينة الخليل ردا على ما يجري في المدينة المقدسة، وهذه أيضا سلسلة لمجموعة فعاليات بدأت منذ يوم أمس ولا تزال مستمرة ومتواصلة حتى هذه اللحظة. فعاليات رفع العلم الفلسطيني على أسطح المنازل والمؤسسات، وكذلك الأمر السيارات أيضا رفعت الإعلام الفلسطينية على السيارات ووزعت الأعلام كذلك أيضا بيتم رفعها على السيارات في رد على مسيرة أعلام المستوطنين التي كما ذكرنا ونذكر مرة أخرى إلى أن المسيرة انطلقت قبل قليل في مدينة القدس، وبدأ هؤلاء المستوطنون بتلك المسيرة في هذه اللحظات. بالتزامن مع هذه المسيرة كما ذكرنا هذه الفعالية تأتي، هنالك سلسلة فعاليات تتم في مناطق متفرقة من طبعا محافظات الوطن. يلا شباب صوت واحد على القدس صيحين شهداء للملايين، على القدس صيحين شهداء للملايين، على القدس صيحين شهداء للملايين، بالدم بالدم نفديك يا اقصى، بالروح 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 بالدم نفديك يا اقصى، تكبير الله اكبر، تكبير الله اكبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله، الشهيد حبيب الله، الشهيد حبيب الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، والاقصى حبيب الله، والاقصى حبيب الله، بالروح بالدم نفديك يا اقصى، 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 تحبيب الله اكبر، تحبيب الله اكبر، والشهيد حبيب الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، والشهيد حبيب الله، والشهيد حبيب الله، بالروح بالدم نفديك يا اقصى، 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 باب الأقصى من حديد، باب الأقصى من حديد، ما بيفتحه إلا الشهيد، ما بيفتحه إلا الشهيد، باب الأقصى من حديد، باب الأقصى من حديد، ما بيفتحه إلا الشهيد، ما بيفتحه إلا الشهيد، بالروح بالدم نفديك يا أقصى، بالروح بالدم نفديك يا أقصى، بالروح بالدم نفديك يا أقصى، بالروح بالدم
الدم نفديك يا أقصى. في سبيل الله قمنا، في سبيل الله قمنا، نبتغي رفع اللواء، نبتغي رفع اللواء، لا لدنيا قد عملنا، لا لدنيا قد عملنا، نحن للأقصى فداء، نحن للأقصى فداء، نحن للأقصى فداء، نحن للأقصى فداء. الانتقام 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 الانتقام. يا سرايم يا قسام، يا سرايم يا قسام، يا سرايم يا قسام، يا سرايم يا قسام. وحدة وحدة وطنية، وحدة وحدة وطنية، حماس وفتح وشعبية، حماس وفتح وشعبية، وحدة وحدة وطنية، وحدة وحدة وطنية، حماس وفتح وشعبية، حماس وفتح وشعبية. بالروح بالدم نفديك يا أقصى، بالروح بالدم نفديك يا أقصى، بالروح بالدم نفديك يا أقصى، بالروح بالدم نفديك يا أقصى. ونكتب على المسدس، نكتب على المسدس، ونكتب على المسدس، نكتب على المسدس، حق الأقصى مقدس، حق الأقصى مقدس، حق الأقصى مقدس، حق الأقصى مقدس، باب الأقصى من حديد، باب الأقصى من حديد، باب الأقصى من حديد، باب الأقصى من حديد، ومن يفتح للشهيد، من يفتح للشهيد، ومن يفتح للشهيد، من يفتح للشهيد. الروح بالدم نفديك يا أقصى، الروح بالدم نفديك يا أقصى، الروح بالدم نفديك يا أقصى، الروح وعالشوارع يا ثوار، وعالشوارع يا ثوار، وعالشوارع يا ثوار، خلي الأرض تولع نار، خلي الأرض تولع نار، خلي الأرض تولع نار، خلي الأرض تولع نار، زاد الحد وطفح الكيل، زاد الحد وطفح الكيل، زاد الحد وطفح الكيل، زاد الحد وطفح الكيل، ولدي بابا شيلي شيل، ولدي بابا شيلي شيل، ولدي بابا شيلي شيل، ولدي بابا شيلي شيل. علي 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 علي، علي 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 علي، علي علم الثورة علي، علي علم الثورة علي، علي 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 علي، علي 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 علي، علي علم الثورة علي، علي علم الثورة علي، وارفع ايدك على الصوت، ارفع ايدك على الصوت، ارفع ايدك على الصوت، ارفع ايدك على الصوت، واللي هيهتف مش هيموت، واللي هيهتف مش هيموت، واللي هيهتف مش هيموت، واللي هيهتف مش هيموت. يا الله ويا جبار، يا الله ويا جبار، يا الله ويا جبار، يا الله ويا جبار، دمر بيت تولع نار، دمر بيت تولع نار، دمر بيت تولع نار، دمر بيت تولع نار، يا الله ويا جبار، يا الله ويا جبار، ما مفتاح إلا الرصاص، باب الأقصى من حديد، باب الأقصى من حديد، ما مفتاح إلا الشهيد، ما مفتاح إلا الشهيد، أرض القدس عربية، أرض القدس عربية، عاصمتنا الأبدية، عاصمتنا الأبدية، عبد الرضا الصهيونية، عبد الرضا الصهيونية. وحدة وحدة وطنية، وحدة وحدة وطنية، وحدة وحدة وطنية، وحدة وحدة وطنية، كل القوة الثورية، كل القوة الثورية، كل القوة الثورية، كل القوة الثورية، وحدة وحدة على طول،
العربيه فلسطين العربيه فلسطين العربيه فلسطين العربيه ومن الميه للميه ومن الميه للميه ويلي بتسألنا شو صار ويلي بتسألنا شو صار ويلي